جدل متكرر وحديث سياسي حول انتقادات بدأت بارتفاع وتيرتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول قانون الانتخاب الذي يعد هو يعني تفرد الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذا القانون، وهو من القوانين القليلة التي فيها ينتخب المواطن رئيسه ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال انتخاب مندوبين لهذا الرئيس يدينون له بالولاء، وقد أعلنوا بأنهم معه في التصويت. الجدل القائم هو حول أيضا نص محدد في هذا القانون، وهو أن الولاية التي يأخذ فيها الحزب أعلى الأصوات يأخذ كل المقاعد، وهذه الحادثة تعيد للذاكرة حادثة سابقة كان فيها المرشح جورج بوش قد حصل بفارق بسيط على 30 مقعدا في ولاية فلوريدا ضد منافسه في تلك الفترة. وهناك من يقول بأن مثل هذه المنظومة فيها ظلم كبير، لأن ولاية كبيرة قد تذهب بفارق بسيط، وهذا ما جرى فعلا سابقا بفارق 568 صوت ذهبت 30 مقعد لصالح هذا المرشح اليوم. وهذا الجدل أخذ بعدا أعلى من البعد القانوني الذي دائما ما يتحدث فيه القانونيون، إلا أنه أخذ بعدا سياسيا أيضا من خلال طرح هذه المشكلة للرأي العام الأمريكي لمحاولة تعديل مثل هذه المنظومة، إلا أن الساسة والقانونيين الأمريكيين يصرون بأن القانون قانون الانتخاب الحالي هو الأفضل للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأكثر تمثيلا للفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الجدل بدأ يأخذ منحنى آخر أيضا في اتجاه آخر، وهو موضوع التفريق بين الحرية والقدح والذم من خلال المواقع والأخبار والتلفزيونات، حيث أن كثير من الفنانين الأمريكيين قد والساسة أيضا والصحفيين قد وصلوا حد الشتم المباشر لمرشحين للرئاسة الأمريكية من أمام مقر وزارة العدل في نيويورك وأيضا بيت العدالة في نيويورك، وهو الممثل في المحكمة كما هو لدينا طارق أبو الراغب للحقيقة الدولية.